أعزائي متابعي ومشاهدي قناتي، أهلا بكم مرة أخرى بفيلم جديد عن البلابل. اليوم 10/1/2019، عندي 3 أقفاص عندهم بيوض ونايمين عليها، لو تشوفون ما أريد أتقرب عليها. عندي هاي الأنثى الهجين بيضة بيضتين ونايمة عليها، المفروض تفقس يوم 20/1. وهذا الفحل العراقي، هذا الفحل فرخ مع السنة الفاتت 18، حسب ما اعتقد بانه ما كان جاهز للتلقيح الها، بس هي بنت عش وبيضت ونايمة على البيض. عندي هنا لو تشوفوها ما اريد اقرب عليها، هم هاي النثية كبيرة، هي عمرها 4 سنين، بيضت اول بيضة بالقاع، خليت لها الشبكة بيضت عليها بيضتين، شلتها ضميتها، ورا اسبوع بيضة قاطلة بالعش. اني لاحظت بيضتين وبعد ما باوعت، قلت ما اريد اباوع، يجوز 3 بيضات او باقي على البيضتين ما ادري. هاي المفروض ايضا تفقس يوم 20/1. هاي يعني متأكد يطلع افراخ من عندها، لانه حتى ان البيوض اللي اخذتها تكون ملقحة، لانه لاحظت الفحل يلقحها عدة مرات. عندي هنا ما اريد اتقرب عليها، هذا الفحل موجود، النثية جوة هي، راح احاول اشوف لكم اياها بالتلفون، لان عندي كاميرا لو تشوفون فوقها على العش، راح احاول اشوفكم ايش دا تسوي، يعني شلون نايمة. خلي لو تشوفوها، خلي اودي الزوم. هاي هي الكاميرا الفوق، مخليها قدام العش، هذا العش هو، هسه لو تشوفوها هذيك هي نايمة. هاي بيضة اول بيضة على القاع، وبيضة بيضتين بالعش، والبيضتين اللي اخذتها من على الشبكة من القفص اللي شفت لكم اياه قبل شوية خليتها جواها، صار جواها 4 بيضات. و هاي المفروض تفقس يوم 14/1. فأني دائما أراقبهم بالكاميرات وأشوف تصرفاتهم. لو تشوفون عندي هنا واحدة كاميرا فوق العش مبينة، عندي هذا العش اللاخ مخلي كاميرا فوقاته أيضا، اراقب بالليل اذا تكون نايمه الامايه فوقاهم لو لا. وعندي كاميرتين لخ، وحده هنا ووحده هنا فوقاي، هاي اهم شلون ما اريد احركهم، اباوع اراقب البلابل بها وين ما اكون. عندي هذا العش القفص عفوا بنثيه وفحل، النثيه عمرها 3 سنين تقريبا، حنينة كلش على البيض كانت. هاي هي النثية، الفحل مالها فحل مال هالسنة، الفحل ما اعتقد جاهز لحد الان للتلقيح. بيضة بيضة واحدة بالقاع انكسرت،
وهسه لو تشوفون أنا مخلي لهم مواد بناء العش بالأرضية حتى هيئهم للبناء العش، وبالفعل تاخذ تبني العش قليل وتفلشه. وأنا مخلي لهم كلهم الشبك جواهم حتى إذا بيضة هي واقفة على المحطات أقدر أحصل البيضة، أما أخليها جو بلابل الأخرى إذا كانت بنفس الوقت، أو أخليها بالحاضنة مع البيض مع البلابل اللي عندي. ومثل ما قلت لكم هنا أنا عندي البلبل الهجين الفحل، تغريدة حلو وصوته أقوى من البلابل العراقية، وهنا أنا عندي بلابل زوج عراقية مالها السنة أيضا. أتمنى لكم الموفقية والتهيئ لإنتاج الأفراخ هذه السنة، وأتمنى لكم كل الخير، وشكرا لمتابعتكم ومؤازرتكم لقناتي. أتمنى لكم أوقات حلوة ويا البلابل، مع الشكر الجزيل، ودمتم في رعاية الله.